أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. نتابع معا. في الوطن القطرية فضية وبرونزيتان مسك الختام للأدعم. راية القطرية أغلى الكؤوس تطرق الأبواب بقوة. شرق قطرية رئيس النادي الأهلي قضية فلسطين أسهل في الحل من مشكلة الريان. عرب القطرية طرابلسي سيلية بطل الدوري وهذه أسرار استمراري. أنباء الكويتية الغانم الكويت استحق الفوز بأغلى الكؤوس وتغيير قادم في المحترفين. صباح العراقية المنتخب أمام فرصة لحجز المقعد الثامن أسيويا بقرعة المونديال. شروق الجزائري أحمد أحمد حياته أدار الكاف بمفرده وعمرو فهمي سيء السلوك. الإكيب الفرنسية إيقاف 8 لاعبين مدى الحياة لتلاعبا في النتائج. ماركا الإسبانية تتكو يصمد ويقاوم شراسة فالنسيا ويفوز. دسان البريطاني مانشستر يونايتد يطارد لورينزو إنسيني لاعب نابولي. تفاصيل هذه العناوين مزيد ما جاء في الصحف حول العالم يأتيكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. إذن أهلا بكم من جديد. نبدأ مع صحيفة الوطن القطرية وأبرز ما نشرته اليوم في الملحق الرياضي. بحضور الشيخ جوعان منافسات بطولة آسيا لألعاب القوى فضية وبرونزيتان مسك الختام لدعم إنزال علم الدورة وتسليم الصين مستضيفة النسخة القادمة. دحلان حمد رئيس الاتحاد الأسيوي لألعاب القوى شكرا لكل من ساهم في النجاح. بطل لدعم أشرف الصيفي الحائز على فضية رمي المطرقة سعيد بما حققته. جولات ترويجية لأغلى الكؤوس تتواصل فأين وصلت نتابع من صحيفة الوطن القطرية. كأس الأمير في وزارة التعليم حيث تستمر بنجاح كبير الجولات الترويجية لكأس الأمير في نسختها 47 تأتي تحت شعار كأس الأمير للجميع، حيث استقرت الكأس في هذه الجولة في ضيافة وزارة التعليم والتعليم العالي التي لاقت استقبالا مميزا وحفاوة بالغة من المسؤولين وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل الوزارة. عن الصفحة قنوات الكأس جاهزة بنخبة من البرامج المتنوعة تغطية استثنائية لأغلى الكؤوس. وقفة أخيرة ملحق الوطن الرياضي نتابع منها هذا الخبر. الخليفي أول قطري في بطولة أوروبا، إذن غادر الدوحة صباح اليوم بطلنا عبد الله الخليفي للعاصمة المجرية بودابست وذلك المشاركة في الجولة الأولى من بطولة أوروبا للسيارات السياحية التي ستبدأ فعاليتها بعد غد السبت. وسيشارك عبد الله الخليفي على متن سيارة من طراز سيات كوبرا حيث سيكون أول متسابق قطري يشارك في هذه البطولة التي تنطلق جولتها الأولى بالتزامن مع جولة بطولة العالم للسيارات السياحية. يصل قطار بطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم المرحلة الثالثة له وذلك اعتبارا مساء يوم غد الجمعة، حيث تقام في هذه المرحلة 4 مباريات نتعرف عليها من صحيفة الراية القطرية. ترقب الانطلاق المرحلة الثالثة غدا بأربع مباريات واعدة بالإثارة. أغلى الكؤوس تطرق الأبواب بقوة، طريق إلى ربع النهائي محفوف بالمخاطر والتحدي الأكبر العربي وأم صلال. لعب غدا الجمعة أم صلال مع العربي ثم الخور مع الغرافة. تستكمل الجولة بعد غدا السبت بمواجهتين أيضا، حيث يلعب المرخية مع الشحانية ثم قطر مع الأهلي.
صحيفة الراية أيضا عبر مدرب الشحانية عن سعادته بترشيح القائمة النهائية جائزة أفضل مدرب في الدوري. الإسباني ماذا قال؟ خوسيه مورسيا يؤكد سعيد باختياري ضمن أفضل ثلاث مدربين، شرف كبير أن أكون جزءا من فريق الشحانية وبإمكانياته الضئيلة. وأضاف حققنا الاستثناء في الدوري وميزانيتنا أقل بكثير مقارنة بالآخرين، ترتيبنا أفضل من أندية عريقة وتاريخية وتمتلك لاعبين ممتازين. الليلة نهائي مسك ختام كأس الأمير لكرة اليد، فماذا كتبت الراية في هذه المناسبة المرتقبة؟ آخر صفحة عندنا في الراية، أغلى الكؤوس في ليلة تاريخية بين يدي العربي والغرافة، كفتا الفريقين متساويتان، منافسة على اللقب الكبير مفتوحة على كل الاحتمالات. أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد، سخرنا كل الإمكانيات لإثراء أغلى البطولات، الغرافة والعربي يستحقان اللقب، نهنئهما على الوصول للنهائي. إلى صحيفة الشرق التي استضافت الشيخ أحمد بن حمد رئيس النادي الأهلي في حوار امتد لثلاث صفحات، فماذا جاء في هذا الحوار المثير؟ تطرق للعديد من المواضيع. رئيس الأهلي يقول للشرق قضية فلسطين أسهل في الحل من مشكلة الريان، هناك أندية في دورينا تمتلك لاعبين بدون ركبة، نجحنا في تقليص ديون النادي إلى 7% فقط، تحملت ضغوطاً لا يتحملها جبل. الشيخ أحمد بن حمد أضاف نريد لأدعم اللاعب في كأس العالم دون أن يهاب أحداً، فخورون بإنجاز ملعب الوكرة في الوقت المحدد. إذن كما أشرنا فإن حوار رئيس النادي الأهلي امتد إلى ثلاث صفحات، نتابع المزيد من هذه العناوين المثيرة. الشيخ أحمد بن حمد قال أيضا للشرق ندرس تقديم شكوى المحكمة لاستعادة درع الدوري في السبعينيات، رئيس الأهلي تحدث عن مدرب تشيكي وقال مشروع الأدعم هو سبب رحيل ماتشالا. ليمين الصفحة نتابع عناوين تلخص أبرز ما قال رئيس قلعة العميد، النظام الحالي كسمو الأمير يقتل التشويق، تدريبات السد والتحيل أقوى من مبارياته، نستطيع أن ننظم 4 دوريات إذا كان عدد المحترفين بلا حدود. وقفة أخيرة مع الشرق الرياضي نتابع منها الخبر التالي. خلال فترة من 2019 إلى 2023 7 أعضاء قطريين في لجان الأولمبي الأسيوي. نترك ملحق الشرق ونفتح ملحق الرياضي جريدة العرب ونقرأ من إحدى صفحاته. حفل الرابطة القطرية للاعبين الأحد المقبل في قطر مول عبد الرحمن الكواري، نؤيد قرار منع التعاقدات وفسخها إلا بموافقة الرقابة المالية، الوزارة طلبت عدم تدخلنا في حل مشكلة لاعبي أحد الأندية، القائمة الاسترشادية لاختيار لاعبي الموسم ليست ملزمة. صفحة أخرى من العرب نتابع فيها حوار مع أحد المدربين المتميزين هذا الموسم بدوري النجوم. العرب تحول الرجل الذي صنع التاريخ مع شواهين طرابلسي سيليا بطل الدوري، وهذه أسرار استمراري لا تبخس حق فريقي ولم نستغل سقوط الريان. سامي الطرابلسي أضاف سنعيد سيناريو 2013 قبل الإقالة، يجب المحاسبة، قد أستغني عن بعض المحترفين ومتمسكون بإلياس. وقفة الأخيرة في قطر سيكون مع استاد الدوحة، هذا العنوان. اختيارات منطقية، القوائم النهائية الأفضل وتأثير اللقب القاري طبيعي، منافسة أكرم والمعز لبنجاح منطقية، والإنجازات تخلق التتويجات. تصفح صفحات جريدة استاد الدوحة وتابع حوارا مع أحد لاعبي أم صلال.
لاعب صقور برزان محمود المواس لاستاد دوحة سنقصي العربي من الكأس. البقاء لم يكن طموح فريقنا لكنه واقع فرض علينا. لم أحسم مستقبلي وطموح أي لاعب الصعود للقمة. آخر صفحات معنا جريدة استاد دوحة، حوار آخر لكن هذه المرة مع أحد المدربين الذين برزوا على الساحة مؤخرا. هشام زاهد لاستاد دوحة: يشرفني خدمة الكرة القطرية، ومن حق المدرب القطري الحصول على فرصة كاملة. أسباير لها فضل كبير على المدربين، وطموح المرخية في أغلى الكؤوس مشروع. إلى الكويت، وأصلا فوز فريق الكويت بلقب كأس الأمير ما زالت مستمرة، ونقرأ عنها من جريدة الأنباء الكويتية. الحقان أكد أن الأبيض كان الأفضل ونجح في استغلال فرصة. خالد الغانم: الكويت استحق الفوز بأغلى الكؤوس وتغيير قادم في المحترفين. جمهور العميد متعطشون لحصد لقب أسيوي. نبقى في الكويت لكن هذه المرة جريدة النهار، ونتابع تقريرا عن نجاحات فريق الكويت وسيطرة على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة. العنوان يقول: الأبيض ماكل الجو. حافظ ضاحي الكاتب الجريدة أكد أن ما حقق الكويت بإحراز كأس الأمير ما هو إلا إنجاز يضاف إلى إنجازات العديدة ويبرهن مدى فرض كلمته على الخصوم، وأنه الأميز على المستوى المحلي منطلقا بسرعة نحو زعامة الكرة الكويتية. لا شك أن نجاح الأبيض في إحراز البطولات محلياً يأتي بسبب خطة العمل المنظمة التي يتبعها مجلس الإدارة برئاسة خالد الغانم، الذي يولي اللعبة اهتماماً منذ زمن طويل، ولذلك وضع الأسس لهذه الخطة من خلال المتابعة والدعم المتواصلين للاعبين وتوفير الأجواء المناسبة من أجل الإبداع والعطاء. ومن ثم عندما يجد اللاعب مثل هذا الحرص والدعم، فمن الطبيعي أن يكون مردوده إيجابياً وتظهر النتائج بتلك الصورة وتزخر خزانة النادي بالبطولات. وسيطرة الأبيض على الساحة الكروية في الوقت الراهن لا تعني أن يكتفي بها، بل عليه أن يكون التطلع إلى أكبر من ذلك، ويتمثل في فرض شخصيته على صعيد المشاركة الخارجية. من الكويت نذهب إلى العراق، نقرأ من جريدة الصباح العراقية خبر وفحواه: العراق يستضيف دورة الألعاب العربية 2025. نقرأ أيضا من نفس الصفحة: بانتظار مباراتي تونس وليبيا الوديتين الوطني الكروي أمام فرصة لحجز المقعد الثامن آسيويا. التفاصيل: قالت الجريدة: المنتخب العراقي أمام الفرصة لحجز المقعد الثامن ضمن قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 والتي ستعتمد على تصنيف الشهري. جريدة العربية تتواصل، نصل الآن إلى المحطة العمانية، ونقرأ من جريدة عمان العمانية هذا الخبر: ثلاث مواجهات في ختام مرحلة 21 من دوري عمان تل اليوم. النصر يختبر وصافته أمام مسقط والسويق، يهدد طموحات صحم في المركز الرابع، ومجيس يحشد طاقته في مواجهة العروبة. نبقى في عمان لكن هذه المرة جريدة الرؤية التي نتابع منها مقالا حمل العنوان التالي: لاح كنجم ومضى كحلم، بقلم المعتصم البوسعيدي الذي تحدث عن الأمنيات والأحلام التي تراود الجمهور العماني باستضافة البطولات الكروية القارية والعالمية على أرض السلطنة. أبرز ما تناول الكاتب نتابع في السطور التالية: في حاضرنا الرياضي الصعب تمر علينا بوارق الأمل بين فترة وأخرى، لكنها ما تلبث حتى تمضي كأحلام وردية تدغدغ المشاعر دون أن تحركها وتلامس الروح دون أن توقظها. لعل أكبر النجوم التي لاحت في فضائنا مؤخرا كان خبر إمكانية استضافتنا لبعض مجموعات مونديال كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر، حسب مقترح حمل نبأه رئيس الفيفا إيجياني إنفانتينو، والذي طاف
طاف وجلى به بين السلطنة والكويت وقطر، حيث سال الحبر من منابعه وتواردت الرؤى وتصورات المكاسب بصنوف متنوعة من الطموحات والتأويلات، حتى تبدد الضوء وانسل نوره مهزوما للعتمة بعد الحديث عن عدم استعدادنا لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، فابتعد النجم ومضى الحلم ورديا أشبه بالسراب. من عمان نذهب إلى الأردن ونقرأ جريدة الغد الأردنية. خبر يقول احتمالات حسم صراع اللقب وتحديدا أحد الهابطين في الجولة 20. الفيصلي بطلا للدوري في حال فوزه وخسارة الجزيرة وتعادل الوحدات. نترك الأردن نذهب إلى لبنان ونفتح جريدة الأخبار ونطالع فيها. قراءة في الموسم المنتهي، دوري فوق وآخر تحت والمشاكل مكررة، المطلوب تعديل جري نظام البطولة لرفع مستواها العام. ليس بعيدا عن لبنان نذهب إلى سوريا ونتابع مقالا بعنوان ثورة سورية تطوير على الورق. يامن الجاجة الكاتب في الجريدة تحدث عن أهمية العمل على تطوير الكرة السورية في كافة المجالات، خاصة الاستثمار والرعاية وتأمين موارد المالية، المزيد مما تناول الكاتب في مقال نتابعه في السطور التالية. الوضع القائم دفعنا للاعتقاد بأن الكرة السورية محكوم عليها بأن تبقى حبيسة العمل العشوائي والفوضى وفق آليات تتناسب والهواية تماما، وتبقى بعيدة كل البعد عن الاحتراف الذي يقال بأن الكرة السورية تطبقه منذ عدة سنوات، قبل أن يعلن اتحاد كرة القدم السابق تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى لجنة التطوير. ثم جاء الاتحاد الجديد واعتمد اللجنة المذكورة، وبعد مضي عدة أشهر على إحداث وتشكيل اللجنة لم نلحظ أنها قدمت مقترحا تطويريا واحدا. عندما سمعنا باللجنة تفائلنا خيرا واعتقدنا أن كرتنا مقبلة على مرحلة تطوير، ولكن للأسف فوجئنا بأن اللجنة كانت على الورق فقط وأنها لا تقدم شيئا على الإطلاق. نصل في محطتنا العربية صحافة شمال إفريقيا، البداية من المغرب، نقرأ أهم عناوين غلاف جريدة المنتخب الصادرة صباح هذا اليوم. منتخب المغربية في أكثر من عنوان. الكاف تعيد لأشبال الأطلس حلمهم الأولمبي، زياش يشعل الحرب بين الثمانية الكبار. أيضا في كأس الكاف الصفاقسي التونسي ونهضة بركان الهريسة حاضرة في القمة المغاربية. ما المانشيت الرئيسي فيقول وداد البيضاوي وصن داونز الانتصار لتفادي الأخطار، حيث يستضيف الوداد فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا، ويطمح الوداد تحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في جنوب أفريقيا. المغرب نذهب إلى تونس ونقرأ من جريدة الشروق التونسية هذا الخبر الذي يقول في الترجي الرياضي حمدي المدب رئيس النادي يحفز اللاعبين للثأر من مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا. النجم الساحلي روجيه لومير يحذر لاعبيه من الاستفزازات خلال لقاء الزمالك المصري بنصف نهائي الكونفدرالية. ختام مجالاتنا العربية اليوم من الجزائر ونفتح جريدة الشروق ونقرأ منها. عندنا صفحتين في الشروق. لم تنشر نتائج اجتماعات المكتب الفيدرالي لأشهر يناير ومارس وأبريل. الفاف تواصل الدوس على قانونها الأساسي في غياب دور نصف النهائي لكأس الجزائر. الوفاق أمام فرصة لإنقاذ الموسم خلال مباراة أمام شبيبة بجاية. صفحة أخرى من الشروق الجزائرية نتابع منها هذا الحوار. حوار جريء. رئيس الكاف أحمد أحمد في حوار جريء حياته أدار الكاف بمفرده وعمرو فهمي سيء السلوك. نقل مقر الكاف غير مطروح أسباب شخصية وراء غياب إنفانتينو عن قرعة الكان. لا نجامل دول شمال أفريقيا ومصر والمغرب ليس في حرب نفوذ، ملتزمون بعقود البث ومشاهدة بطولاتنا بالمجان يؤثر على مواردنا.
إلى جولتنا العالمية نبدأ من صحيفة ليكيب الفرنسية وتقول إيقاف 8 لاعبين مدى الحياة تلاعبا في النتائج. ليكيب كشفت عن قرار الفيفا بإيقاف 8 لاعبين أسيويين عن نشاط مدى الحياة لضلوعهم في عمليات تلاعب في النتائج، وأغلبهم ينشطون في سنغافورة. كانت السلطات قد فككت شبكة مراهنات سرية، وفتح الفيفا تحقيقا أدى إلى إيقاف هؤلاء اللاعبين. صحيفة لو باريزيان توقفت عند نهائي كأس فرنسا المرتقب بين باريس سان جيرمان ونادي رين الفرنسي. صور الكبار باريس سان جيرمان، عودة العباقرة الأربعة لباريس سان جيرمان أمام رين. لو باريزيان قالت بين نجوم باريس سان جيرمان الأربعة وهم نيمار، كافاني، مبابي ودي ماريا لم يلعبوا سويا منذ 9 يناير الماضي، عندما فاز الفريق على غانغون بتسعة أهداف. إصابات، العقوبات واختيارات المدرب أحيانا حالت دون اجتماع النجوم الأربعة معا. يعود الرباعي الرهيب في نهاية الكأس أمام نادي رين الأحد المقبل. إلى الصحافة الإيطالية، الحدث هو كأس إيطاليا وبلوغ لاتسيو المباراة النهائية. الكوريري نجم الكبير إنزاغي، إنزاغي لاعب لاتسيو لديهم قلب كبير وتأهل جاء عن جدارة. مدرب لاتسيو أشاد بلاعبي فريقه تحقيق التأهل مباراة النهائية وقال لقد حققنا إنجازا رائعا، سنلعب النهائي الثاني في 3 سنوات. وأضاف إنزاغي نحن نستحقها، لقد فزنا مرتين سانسيرو ضد انتر وميلان وتأهلنا، لكننا نحتاج الآن للتركيز بشكل كامل على مباريات الدوري قبل أن نلعب مباراة نهائية في الأولمبيكو أمام جماهيرنا. لاجازيتا ديلا سبورت من جهتها وصفت هدف كوريا باللدغة التي أطاحت بالميلان، هدف مثير. لدغة كوريا تعصف بأحلام الميلان. الصحيفة قالت بأن لاتسيو حقق إنجازا كبيرا بلوغ نهائي كأس إيطاليا، وأحرز خواكن كوريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من اللقاء، يقود فريقا نهائي المرتقب. انتظر فاز مواجهة فيرونتينا وأتلانتا الذي يقام اليوم الخميس على ملعب الأخير. ما هو مصير برازيلي مالكوم لاعب برشلونة؟ الخبر والتفاصيل صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية. وين بيروح ولا بيظل برشلونة؟ وكيل أعمال مالكوم ينفي التفاوض مع الإنتر والميلان. وفق الصحيفة نفى وكيل أعمال البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة الأنباء المتداولة حول رحيل مالكوم إلى الدوري الإيطالي، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع الإنتر والميلان، مشيرا للاعب باق في البلوغرانا. إلى صحيفة ماركا، فوز أتلتيكو على فالنسيا وهو فوز أجل تتويج برشلونة إلى إحدى الجولات المقبلة. أتلتيكو يصمد ويقاوم شراسة فالنسيا ويفوز. الصحيفة قالت بأن أتلتيكو لعب مباراة قوية لكي يثبت أنه ما زال ينافس. تأجل تتويج برشلونة المتصدر صاحب 80 نقطة بلقب الليغا لمواجهة السبت المقبل ضد ليفانتي في معقل كامب نو إذا حقق البلوغرانا الانتصار في اللقاء. الصحافة الإنجليزية بدأ الحديث عن الصفقات المرتقبة والجديد، نتابعها من صحيفة ذا صن الإنجليزية. مانشستر يونايتد يعرض 86 مليون جنيه في لاعب نابولي لورينزو إنسيني. وفق تقارير الصحيفة البريطانية فإن المدرب سولشاير وعد بالقيام بثورة في الفريق، وضع في دائرة اهتمامه هداف نابولي الإيطالي لورينزو إنسيني. صفقة في حال تمت لن تقل عن 86 مليون جنيه استرليني. صفقة انتقال بلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد تطبخ على نار هادئة، هكذا ألمحت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 400,000 جنيه الراتب الأسبوعي لهازارد مع ريال مدريد. الصحيفة أكدت أن عرض ريال مدريد يتمثل في حصول نجم البلجيكي إيدن هازارد على 400,000 جنيه صافية من الضرائب كراتب أسبوعي. اللاعب أكد أنه قرر الرحيل عن البلوز وبأن وجهته ستكون الدوري
الإسباني. الختام شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله.